ممثل نقيب المحامين العراقيين المحامي أركان الحمدان ينضم إلينا عبر سكايب من بابل. مرحبا بك سيد أركان. يعني 9 ضباط ومخبر سري كاذب وراء مجزرة إجبلة، ما أول انطباع برأيك أو يراودك وأنت تسمع هذه المعلومة؟ تفضل. طبعا تحية لك وللمشاهدين قناتكم الكريمة. وحقيقة مجزرة كبيرة وفاجعة وموقف أليم داره الجبين. نقابة المحامين العراقيين أوعزت بتشكيل فريق دفاع عن ذوي الضحايا، عن المدعين بالحق الشخصي لجميع مراحل التحقيق ووصولا إلى مرحلة المحاكمة وإصدار الحكم. ما صرح به مجلس القضاء الأعلى هو دقيق وواضح. الآن موقوفين عدد كبير، والمادة القانونية اللي أوقفتهم عليها محكمة التحقيق وفق مادة 406 من قانون العقوبات، إضافة إلى ذات المادة إصدار مذكرات قبض بحق الهاربين. طبعا محكمة التحقيق الحلة اعتمدت السرية التامة في الدعوة، ومن رأينا كمحامين أن هذه السرية جدا صحيحة وصائبة خشية أن تصل المعلومات إلى طيب سيد أركان، يعني مرتكبو المجزرة هم تابعون لإحدى الأجهزة الأمنية التي من المفترض أن تكون عناصر الضبط القضائي، يعني كيف تصفون الخلل في تطبيق واعتماد الآليات القانونية بالنسبة للأجهزة الأمنية؟ نعم. طبعا أولا هم أعضاء ضبط قضائي صحيح، لكن لا يمكن لأي شخص مهما كان صفته في الجرائم غير المشهودة إلقاء القبض أو احتجاز أي شخص إلا بمذكرة صادرة وقرار صادر من قاضي أو دعم. طبعا اللي حصل هو الافتقار لقرار قضائي في المداهمة والاعتقال، إضافة إلى أنه كثير من القضايا حصلت مثل هذا النوع من ضمن اللي تتركز على أساس الإخبارات الكاذبة والمخبر السري والوشاية من قبل فلان أو فلان. لكن القوات الأمنية عندما تتعاطى مع أي موقف أمني لابد أن يكون هناك قرار صادر من محكمة، ولذلك حتى هم يطبقوا، وليس هم الجهة اللي معنية بإلقاء القبض. طيب على أي شخص يعني سيد أركان، ألا تعتقدون أن المجزرة قد تشكل دافع للقضاء العراقي للمراجعة وإعادة النظر في بعض الآليات المعتمدة لدى الأجهزة الأمنية، خصوصا بما يتعلق بمسألة المخبر السري؟ الموضوع ليس عند القضاء فحسب، بل الأمر يجب أن يتطور إلى تشريع مهم للتعامل مع موضوع المخبر السري. يعني كثير من الحوادث اللي حصلت، وللعلم أحب أن أنوه قناتكم الكريمة أنه لولا الإعلام وقف موقف سريع وجاد في كشف ملابسات هذه المجزرة، وإلا كنا اكتفينا بالتصريحات التي صدرت من الجهات الرسمية والقوات الأمنية ولم نكشف أي حدث وراء ضحيتها هؤلاء الأطفال والنساء نعم. ممثل نقيب المحامين العراقيين المحامي أركان الحمداني، شكرا جزيلا لك.